وراح يشمل اولا وضع ارقام على كل بنايه وعلى اول واخر كل شارع وعلى المصلبين، بالاضافه الى تاهيل الارصفه والاشارات المروريه. وضع هذه الخريطه اونلاين. بالتالي اذا حيلا شخص في عنده مراسلات رسميه او شخصيه او محل بده يعمل تسويق على الانترنت للاسكنات ليجوا الناس يشتروا من عنده والناس بدها تلاقي العنوان، او مؤسسات اطفاء اسعاف، مؤسسات اغاثه، حالات طارئه، زوار من الخارج بدهم يجوا على المنطقه يتجولوا، بكبسه زر بيلاقوا العنوان. بالاضافه الى ذلك المشاة والسيارات، السلامه المروريه، السير تبعهم بتخف الحوادث، بخف الخطر على الناس من هيدي الجوانب كلها. وبالمستقبل اذا الامكانات الماديه والتكنولوجيه سمحت لنا بيصير التنقل موجود اونلاين، يعني اذا في انسداد بالسير بمنطقه انت بتفتح الجهاز تبعك اوتوماتيكيا بكل لحظه ببلغك انه في هون انسداد، وهيدا تحويل بيوصلك لذات المطرح بدون ما تمرق بعجل. بس تبقى اهم نقطه اولا زيادة سلامة الناس سواء كان مشاة أو سيارات بالمنطقة، وثاني نقطة تفعيل الحياة الاقتصادية وتسهيل اللجوء أو القدوم إلى السوق والتحمل واستفادة الناس.